رغم كل الانتقادات اخترنا اسم برنامجنا أسرار من تحت الكوبري. لأننا على يقين تماماً أنه معظم أفاتنا ومشاكلنا وأزماتنا بوطننا العربي وحتى بالعالم تبدأ دائماً من تحت الكوبري. واللي يؤسفنا أكثر أنه مسؤولينا بمروا كل يوم من فوق الكوبري ولكن ولا مرة تعب واحد منهم نفسه ونظر إلى ما يجري تحت الكوبري. لذلك قررنا ببرنامجنا إن نكون عيون الناس وصوت لننقل الصورة من تحت الكوبري لمن يمر فوقه ويغض عنهم بصره. نرى أبرز ما سنشاهده من فقرات في حلقة الليلة. مدحت عبد الهادي 70% من الأزواج يمارسون العادة السرية. في أشخاص بعد ممارستهم للجنس مع الشريك لا يكتفون إلا بالدخول لممارسة العادة السرية. ده حقيقة، ده بيحصل كثير جدا. النوسة أصغر مدربة وحوش في الوطن العربي. الأسد أوفى من الإنسان. أسهل إنك تروضي أسد ولا تروضي لا رأي. الأسد أسهل طبعاً من أسهل. أي إنسان طبعاً. الأب بطرس دانيال، فصل البنين عن البنات من تعاليم المسيحية. العلم أثبت إن الكلام ده مش صحيح. رأي قداسة البابا ليس بملزم. قداسة البابا من اتضاع الجم بيقول ده رأيه، ولكن نعم. من حقه أن يلزم الكنيسة بتعليمه لأنه هو رأس الكنيسة. ما هو السبب الذي يجعل حوالي 70% من المتزوجين يمارسون هذه العادة السرية؟ الممارسين لهذه العادة منذ الصغر هم دول اللي بيصابوا بعد كده بحاجة ما يسمى قصورة القصف. الأرقام اللي مع حضرتك هي أرقام خيالية شوية. الستات بتشتكي من سرعة القصف عند الرجال الذي يؤدي إلى عدم إشباعهم جنسيا. عندها حلين. هنا الروادع أكثر بكثير، يعني عندك الروادع المجتمعية، الروادع بس هل ده يمنع أنها موجودة؟